إذا تكمل الباور فاكتور في عندي الآن كنا حكينا عن displacement power factor في عندي الآن distortion power factor وسبب مصارعة distortion power factor نبطل عندي current sinusoidal لما أخذنا الآن non-linear road قلنا linear road إيش هو؟ linear road إذا أعطيته sinusoidal voltage أو حطيت عليه sinusoidal voltage رح يسحب sinusoidal current لكن اللودز لما صار عندي باور الكترونيك سيركتس صرت احط انا هون سايسويدال فولتج الكرنت اللي بسحبه هذا اللود مش سايسويدال خلينا ناخذ مثال عادي لو جبنا دائره زي هذا خليها ريزيستيف. هذا المفروض لو انا هذا الساينسويدال سبلاي حطيته على ريزيستيف لود مباشره، شو الكرنت اللي يسحبه؟ ساينسويدال مش هيك؟ لكن المشكله انا الان دخلت هذا هاي السيركتس اللي هي نون-linear circuit وهون حطيت انا مثلا الفا حطيتها بتساوي 30. شو راح يصير عندي الفولتج الان على اللود هذا؟ لو جيت رسمت الان الفولتج اللي بيطلع عندي على اللود راح يكون الفولتج مثلا هي انا ماخذ 30 30 30 هي 90 يجي تعمل فاليو انجل 30 معناها الفولتج راح يتاخر من هون اذا لو جيت اطلعت الان على الكرنت اللي بسحبه اللي بسحبه من هون هذا شكل الفولتج اللي بيتكون عندي الاحمر، شو راح يكون شكل الكرنت؟ لما يكون عندي ريزيستيف لود ايش راح تكون العلاقه بين شكل الفولتج وشكل الكرنت؟ راح يكون نفسه اذا راح يكون عندي الان لو جيت انا طلعت هلا نفترض هذه مثلا كانت 2 اوم فرضا عشان اسهل الرسم راح يكون عندي شكل النص تقريبا النص هذا شكل الكرنت اللي هون اذا الكرنت اللي بسحبه الان شو صار شكله؟ لو جيت طلعت الان على الكرنت هذا اللي ماشي من هون طلعت عليه على الاوسيلوسكوب راح الاقي انه الكرنت شكله بطل هذا الكرنت ساينسويدال مش هيك؟ شو صار يحتوي؟ صار يحتوي على فاندمنتال، مش بقدر اقسم اي ويف فورم لمجموعه من الكرنتس، يعني هذا الكرنت اللي موجود هون كانه راح يكون في فاندمنتال اصغر منه، راح يكون في ثيرد هارمونيك وفيفث هارمونيك وسيفنث هارمونيك هارمونيكس كثير مين اللي بستفيد منه اللي بنقل باور للود؟ اي واحد من هذول، يعني هذا الفيرست اللي هو الفاندمنتال فيرست هارموني، في ثيرد، في كمان عندي راح يكون فيفث هارموني، سيفنث هارموني الى اخره. لاحظوا هذا السؤال مهم، افهموا السؤال مضبوط. انا اللي عمال بقوله الان انا بطلت اسحب من السبلاي بس سايسويد الكرنت زي ما قلت اسحب لمكان لينير رود. شو صرت اسحب كرنت؟ كيف شكله الكرنت؟ لن لينير مش هيك الكرنت او لن سايسويد بطل سايسويد لما جيت حللته هذا وجدت انه مثلا خليني افرض فرضا على سبيل المثال انه هذا الكرنت في 75% منه فيرست هارمونيك شو يعني فيرست هارمونيك؟ يعني ساينسويدال كرنت ايش الفريكونسي تبعته راح تكون؟ نفس الفريكونسي تبعت السبلاي من هون يعني اذا هذا 50 هرتز راح تكون بسحب كرنت فيرست هارمونيك الفريكونسي تبعته 50 هرتز وبعدين خليني افرض انه كان عندي 10% ثيرد هارمونيك قديش يعني الفريكونسي تبعت الثيرد هارمونيك؟ 150 150 هرتز كل فهم ليش 150 هرتز؟ 150 شو علاقتها بال 50؟ ثلاث اضعاف 50 150 وفرضا مثلا سحبت 5% فيفت هارمونيك قديش الفريكونسي تبعت الفيفت هارمونيك؟ 250 هرتز وسحبت مثلا 2% 7th هارمونيك اللي هي 350 هرتز وهكذا
يعني هاي الويف فورم اللي شكلها غريب صار لما شلت منها القطعه هاي اللي موجوده هون بطلت ساينوسويدال، صارت عباره عن مجموعه من او حاصل جمع مجموعه من الساينوسويدز، هذول كلهم ساينوسويدز لانه اسمهم هارموني، بس شو الاختلاف بينهم؟ الفريكونسي، هذا الفريكونسي تبعته 50 هرتز، هذا الفريكونسي تبعته 150، هذا الفريكونسي تبعته 250 هرتز، وهذا 350، واذا بدي اجمع السيجنال الاصليه مضبوط بدي امشي لفتره طويله جدا. هلا هون السؤال المهم، اي واحد من هذول بيؤدي لنقل باور ريل باور من هذا السورس لهذا الجود؟ الاول بس. يعني الباور الان تنتقل من اللود من السبلاي عفوا للود بس عن طريق هذا الهارمونيك الاصلي. هذول ما راح ينقل باور، ما راح ينتقل باور، راح يمشوا كارنتس على الفاضي. بمين بذكرنا هذا؟ اني جزء من الكارنت بس بنقل لي باور حقيقيه للود، واجزاء اخرى من هذا على الفاضي بتروح وبتيجي. بمين بذكرني؟ الجبر؟ لا لا، هلا حكينا عنه. رياكتيف باور، الريل باور والرياكتيف باور. يعني انا هون لما شكل الويف فورم بطل ساينوسويدال صار في عندي الكارنت مش كله اللي عماله بنقل باور، في جزء من الباور عماله بنقل ريل باور عم بيستفيد منها اللود. يعني هذا اذا كانه هيتر عماله بيحمى او اذا كانه اللود عماله بده يستفيد من الريل باور الموجود هون، الجزء الوحيد من الكارنت اللي بنقل ريل باور هو الفيرست هارمونيك. الثيرد هارمونيك ما بنقل ريل باور، بس كارنت بيمشي على الفاضي من هون. والفيفث هارمونيك نفس الشيء، والسيفنث هارمونيك الوحيد اللي بنقل باور. يعني الباور الان شو بتساوي؟ الباور اللي باخذها هذا اللود شو بتساوي بالحاله هاي؟ بتساوي في سورس، ما اختلفش في سورس. لكن هلا هون او الباور اللي بتنتقل هلا بايش بدي اضرب؟ بالاي تبع الفيرست هارمونيك، اذا هذا بده يكون اي 1 وبدي طبعا كمان كوساين فاي اللي هي ما بين اي 1. هذا الكوساين فاي شو بيمثل؟ هذا بيمثل الديسبليسمنت. لكن انا هون اي 1، هلا اي 1 راح يكون ايش علاقته باي الاصلي اللي موجود هون؟ اي 1 راح يكون اقل من اي توتال، هذا طبعا ار ام اس وهذا هون ار ام اس. اي 1 الهارمونيك راح يكون اصغر، مش اصغر منه ب 75%. إذا أنا في 25% من الكرنت ما استفدتش منهم أي شيء، لكنهم راحوا ورجعوا معي بالحالة هاي. هذا هون الـ I1، علاقة I1 بـ I total بنسميها الـ distortion. والـ distortion factor بيساوي I1 اللي هو الـ fundamental على I total. طبعاً هذول الاثنين محسوبين بالـ RMS. واضحة هاي النقطة؟ الكرنت لما تشوه شكل الكرنت وبطل ساينوسويدال صار بس الفاندمنتال بس الهارمونيك منه اللي هو ينقل باور من السبلاي الى اللود.